ميلاد مجيد مشاهدينا، منحييكم وين ما كنتوا عم بتابعونا بلبنان والعالم. واليوم بتبلش التحضيرات بعد عيد ميلاد المجيد لسهرة راس السنة، وخاصة عند السيدات بدنا نلاقي اللوك المناسب لهالسهرة اللي يمكن بننطرها من سنة لسنة. اليوم رح ناخد رأي متخصصة من شركة سين، ميك اب باي سين لسهرة راس السنة. بدي رحب بضيفتنا، أهلا وسهلا فيكي. أني رويستر، شرفتينا. واليوم معك معضل دارينا، بدنا كمان نقول لها هلو. ناطرين أفكار جديدة منك اليوم أني. التقينا معك عدة مرات وتعرفنا أكثر على مجموعة سين من الميك اب. صاركم فترة موجودين بالأسواق، مش من زمان ولكن بسرعة انتشر اسمكم بمنطقتنا، خبرينا شوي أكثر. دونك أكيد سين بذكر إنه it's ميك اب ميد إن إيطالي، very professional. It's made for the professional وإتس ميد فور أني وومن يلي بتحب هي تعمل ميك اب لحالها. يعني ما نأزمن كلمة بروفيشنال، هي أكثر بتخلص بروفيشنال ميك اب بمعنى بمستوى المكياج. مظبوط، يعني لونج لاستينج، ألوان بيضاينوا أكثر، والفورمولاز عم بيكونوا منشغلين على طريقه ان كان بالفاونديشن اتش دي نقدر تتحمل تصوير اكثر، اذا كان عندها نهار طويل اي شادوز يضاينوا كمان اكثر، بيجمنتد بالكولرز، ماسكاراز قد ما فينا يفتحوا العيون، ونجرب مثلا ما نستعمل كثير فولس لاشز، نركز اكثر على الماسكارا. فاليوم انا حبيت هن تعودوا علي انه عم بطلع عم فرجيهم مكياج للنهار، اليوم رح يكون مكياج لراس السنه، سمثينج سمبل وسريع كرمال تيقدروا هن يطبقوه. ولكن خارج سهرة، يعني لوك أكيد واضح أكثر. أكيد خارج سهرة، يعني الآيز رح دراماتيك أكثر، واضحين أكثر، ورح يكونوا كثير شمري، رح نشتغل كثير على الشمري كولرز، رح يكونوا فيهم لمعة، رح يكون فيهم شوية جليترز. أكيد كمان مثل ما كل ست كلهم بيطلبوا مني لما يشوفوني بليز خلينا نشوف كيف بنحط الآي لاينر. سو اليوم كمان ما بدي أصعب شيء على السيدات حسب خبرتك. صح، سو رح نجرب قد ما في وصلهم لمحل سهل علينا الأمر. مزبوط، منلاحظ أني إنه الشيمري كولرز أو شيدز أو الجليتر كتير دارج هالموسم. صحيح، هيدي بس للأعياد أو هيدي طندانس للسنة القادمة كلها؟ وينتر لوك هلأ جاية، رح يكون كتير شيمري، كتير جولد، كتير سيلفر، يعني كل الألوان الميتاليك على العيون دارجة رح تكون، مع أنه معودين على هالموضة والألوان بالصيف عادة تكون. صحيح، لا هالسنة العيون عم بيكونوا كتير شيمري وجليتري، مع التان عم بيكون مات وسكالتد. نعم، سو عم بيكون في شوية مثل ما بيقولوا ميزانية، شوي مات وجليتري أكثر. شو رح نعمل اليوم مع دارينا؟ ديجا أنا دارينا تلاقدر لحق حطيت لها التان وحطيت لها الليبستيك اللي هو شوي فلاشي على بيربل، لأنه دارج كتير الليبستيك يكون فلاشي. نعم، وبحب أقول للسيدات إنه كمان رجع درج الجلوس في فترة، وقف الجلوس، رجع درج شوي كمان اللبس يكونوا جلوسي. هون مش جلوسي، حتى سمي جلوس بين الجلوس وبين المات بالكود ساتن ليبستيك. نعم، هلا اني مثل ما هي دارينا فيها تظهر بنهار، اتس نايس داي لوك. اكيد اتس فيري ناتشرال، بس نحن مش حطيت لها شيء مكياج على عيونها، رح اشتغلها على الايز ميك اب. مثل ما عودت المشاهدين انه دائما قبل ما احط ابلكيشن اوف اني اي شادو بدنا نحط نقطة كونسيلر على الايليد، جبنا العين. سو اول شيء تايضاين اكثر، ثاني شيء كرمال تيثبتوا اكثر الالوان وما تتعذب الست. هيدا خاص لهالمنطقه من العين او هيدا كونسيلر اللي بنستعمله تحت العين؟ الكونسيلر اللي بنستعمله يعني تحت العين، يعني اللي بنستعمله تحت العين فينا نحطه كمان. صحيح، فوق تحت العين وفوق العين. دونك عم برجع حط كونسيلر حتى يصير اللون فوق وتحت العين هو ذاته. اني اكزاكتلي، بس انا عم برجع حطه كرمال اكثر تيثبت الاي شادو، يثبت ويمد يمكن شوي. مزبوط، وتيعطي لمعه اكثر تنشوف. نعم، فيه لمعه اكثر. رح استعمل لون البلان بلو، رح بلش بتحت الحاجب باي تابينج. دائما بفضل انه الست نعودها انه لما بدي حط الشادوينج نستعمله بطريقه طبطبه تابينج، مش مد كرمال تيلقط اكثر. هل افيه شو بيعطي لما بنحط تحت الحاجب لون كثير فاتح؟ دائما لما نحط تحت الحاجب لون فاتح رح يوسع الرجار، النظر بيوسع اكثر، بيعطي مدى، يعني بيعطي مدى للعين بين العين والحاجب. صحيح، بيعطي مدى للعين وبيعطي شيب يمكن للحاجب نفس الوقت. مزبوط، هو بيحدد الحاجب، فينا نحطه تحت الحاجب وفينا شوي نمرق فوق الحاجب اذا بدنا بضوي شوي اكلا. مزبوط، نعطي شويه اكلا من زيت اللون. هون عم نحكي نايت لوك مش داي. اكيد نايت لوك، بالدي لوك فيها تمرق افتح بس يكون مات
اكثر. نعم هذا اللون شيمري سيلفر عم شوف معك. اتس وايت تشينجينج تو بلو نمبر 301 للي بحب النمبر. قد ايه عندنا مجموعه او خيارات من الشيمري كلرز؟ عندنا 9 كلرز اوف شيمري شيدز بريزما. اتس ذا ليتست تكنيك عم تنعمل كرمال تنعطي قد ما فينا جليتري افكت بلا ما يهر كثير الشادو. نعم. كمان بالانر كورنر راح احط جولدن يلو وبالانر كورنر الثاني كمان. كثير مهم انه نشتغل ان باراليل للعيون، يعني ما بنخلص عين وبننتقل للعين الثانيه. صحيح نشتغلهم ان باراليل بالتساوي، يعني بين الابيض تحت الحاجب والذهبي بالانر كورنر. انر كورنر حط الذهبي، راح احط ذهب بين الذهبي والكوبر كمان لون ذهبي ثاني ديجرادي. كله جليمري شيد، كله جليمري شيد اكزاكتلي. سو اولسو اذا لاحظتي كمان باي تابينج رولا دائما عم بستعمل هالتكنيك. حلو المزيج، مع انه في ناس بتستغرب تستعمل ذهبي مع ابيض مع ما هن لانه الديجرادي اللي منسقته مع بعضه بيلبق على بعضه. ومنن كمان اذا بنلاحظ منن كثير قوية، منو قوي ما بيخاف الواحد منهم، ما بيغطي على الحمرة. هون بلشنا بحمرة قوية فبدنا ننتبه شو نحط على العين. اكزاكتلي دائما لما نكون عاملين لما تكون الحمرة عندنا قوية لازم قد ما فينا نجرب، انا دقيت لها بالحمرة، قد ما فينا نجرب انه نخفف من العيون. نعم ما يكونوا كثير قوية العيون. هون عم نعمل رتوش بس لانه دقت ايدي بالحمراء، سو عم بعمل رتوش وغطينا دغري مع الفود مع الكومباكت باودر. اوكي من بعد ما حطيت مزجت الثلاث الوان الابيض والذهبي والذهبي اللي شوي اقوى برونز، رح اخذ شوي كوبر كولر من الشادو العادي كرمال بس تعطي شيد لطرف العين. هون لطرف العين هي ومفتحه. هيدي تكنيك كثير منا ما بيعرفوها، بنعتقد انه لازم نغمض العين تنرسم طرف العين. هذا غلط صح، ذكرتيها بذكر كنت عم بحكي كثير مهم انه العين تكون مفتحه شو ما كان شايف العين عني كرمال تنقدر نقشع فورمة العين. فورمة العين ما بتنقشع الا ما تكون مفتحينها. هون شو بنعمل؟ برمي مثل بنان دومي سيركل، ستون بنان دومي سيركل اسمها بنان. سو هيدا الدومي سيرك بيلبق على كل تكنيكات العيون. هاي لنص الحاجب تقريبا بنفوت فيها. صحيح. ومن جوا بيبقى فاتح. دايما. هون شو عملنا؟ وسعنا حددنا العين بس العين تكون مفتوحة. اكزاكتلي تتضوي أكثر كرمال تنبرزها أكثر. دايما لما يكون على الجفن المتحرك لون فاتح وعلى البنانة لون أغمق بتظهر العين أكثر، بتبين أكثر أكبر. رح نستعمل الآي لاينر. الاي لاينر اتس فيري ايزي، ركزوا منيح عن جد كثير هين الاي لاينر. اهم شيء هذا بنسل اي لاينر، بلشت بالبنسل. خيارات كثيره بالنسبه للاي لاينر. اكيد انا بلشت بالبنسل البلاك، رح استعمل الانك لاينر فوقه. يعني ما يستعمل شو الفرق بينهم؟ فوالا بنسل هو كريون الماتير تبعيته سيروز منا ووتري. سو مشان هيك يعني بمد وفينا نخلطه، بمد وفينا نظبطه اذا غلطنا فيه. مع انه لما نستعمل الاي لاينر يلي بيجي فوتر او اي لاينر بيجي ديب ان عندنا مجال بيضل مثل ما هو، بيضل مثل ما هو ما في ظبط فيه. فكرمال تقدر انا حدد العين حددي بهيدا حدد بالكريون. ودائما دائما من برا للنص، عندنا تندانس نغلط انه نعمل من جوا لبرا الاي لاينر ابدا. ليه شو الفرق؟ دائما بده يكون اسهل، يعني من برا للنص اسهل. اكيد كل العيون بيلبق لهم من برا للنص، مش كل العيون بيلبق لهم من جوا لبرا. ومش ضروري نحدد العين كلها من فوق. اكزاكتلي فينا تروكر ثلاث ارباع العين نحدد. شو اللي يعني شو بخليك تعلمي العين كلها او لا؟ حجم العين، فورم العين؟ فورمة العين، فتحي بليز اوبن. سو هون عينها مقصوصه، فيني اعملها من اولها لاخرها، بس في عيون اذا بحط الاي لاينر من الاول للاخر بتبرم، عندنا تندانس يبرم. نحن ما بهمنا انه نبرم بالعين، بدنا نشغل العين. اكزاكتلي. سو من بعد ما حط الكريون رح اعمل بلندنج لهاللاين. هو منه اساسي لإلي، التاسيس هو بالفوتر. نعم. يعني انا فوقه بدي استعمل الفوتر الانك لاينر يلي هو سوبر دارك، اوضح بكثير اكيد سوبر بلاك. يعني هون سهلنا على حالنا
وضع الليكويد ايلاينر اللي كثير منغلبط فيه ومنجلغم الدنيا فيه. اكزاكتلي سو تمن جلغيم منحدد بثاني قلم. منحدد بالانكلاينر يلي اذا منلاحظ بيعطي البوينت تبعه كثير رفيعه لدرجه اقدر اعمل الاكسترين كورنر يكون عندي ممدود اكثر. فيري نايس. معنا حوالي خمس دقائق اني يس رح حط على العين الثانيه كمان. هون مدى عينا بيسمح لنا انه نعلم exactly. العين فنحن من بلشنا من ثلاث ارباع العين. على العين الثانيه لانه عرفت انه بيلبق لها في مده بطريقه سريعه للاي لاينر. It's very easy application. البوينت تبعه كثير رفيعه انه بتقدر تعمل لي هذا ووتر بروف فاني؟ It is water resistant. اوكي. Water resistant يعني long lasting. اوكي. حلو. وهون ما عم نمزج الايلاينر بالشادو وعم نتركه ديفايند. مزبوط. حلو. فور لانه ما بدنا كثير نقوي العيون لانه الشفافة قوية. اكزاكتلي. فينا نحط كمان كريون نوار بقلب العين تنعمله بلو دراماتيك. هو زيت القلم يلي استعملته على الجفن كرمال تعلم فيه. وتحت العين كمان فيني استعمل بالبرش تبعي البول شادو يجي شوي بيربلش على براون. تقوي اللوك اكثر. تنوسع العين شوي. عندها كات ايز تانينا. يس شي هاز كات ايز. فبيلبق لها الايلاينر المشؤول. هو للكل برجع بذكر انه الايلاينر من برا للنص بيلبق لكل فورمات العيون. الماسكارا اليوم رح استعملها بلاك فيلفت، قبل مرة استعملت ماسكارا ذا اوبسيشن. ذا بلاك فيلفت كمان كم سونون عنديك بلاك فيلفت فيري بلاك وبتعطي افيه فلوتي للرموش. نعم. So, أنا بنصح بالكلاينت عندي إنه التيت تبع الماسكارا شوي تنتعج كرمال لما نفوت وناخذ البرودوي عادة يطلع الداخل العين من جوا كثير ثقيل إنه نوصل لها الماسكارا يمكن لذلك بيتعجوا الفرشاية exactly شوي اكزاكتلي توصل أكثر لكل العين. وكمان رح فرجي على ميلة وحدة مثل قبل بمرة فرجيت على ميلة وحدة الفرق تنشوف الفرق كيف رح يكون. Very dark, very black. كمان ما بننسى الرموش التحتانيه. اي متى من اوقات بيقولوا لنا ما بحطه تحت العين؟ انا بحب احط تحت العين لانه بتفتحها للعين. نعم. عندها تنظف انه توسعها للعين. اكزاكتلي. فينا نحط ماسكارا تحت العين اذا مش حاطين شيء ابدا لا اي لاينر ولا شادو. اكزاكتلي فينا نحط كمان بنقدر تعطي افي. رح نحط على العين الثانيه. وهلا من بعد ما اخلص رح قوي البلاش. لانه نحن بالليل بدنا نعرف انه بالليل فينا نقوي البلاش قد ما بدنا. وين على الخد بالضبط كمان نحط البلاش؟ اوقات بعض السيدات والصبايا بيضيعوا. رح فرجي الايتاب. دونك اهم شيء الفرشايه. الفرشايه هي اهم من انه بس حط الابلكاسيون تبع البلاش. الفرشايه لازم تكون صغيره وابلاتي والبلاش بده ينحط على التشيك. على عظمة الخد بين الخفسة وبين العين. دونك هون بهيدي الطريقة بأي اتجاه نزول من برا لجوا نعمل انفينيتي كأني عم بعمل انفينيتي ساين. ليش اوقات بنشوف ميك اب ارتست بحطه تحت مطرح ما في هالخسفة هالتجوع؟ هيدا صار كونتورينج. اوكي اتس نوت ذا بلاش. معنا دقيقة هني مالا. يعني على اعرض منطقه بالوجه بنحط بلاش تقريبا. رح ارجع ظبط شوي من الليبستيك لانه ايدي دقت بالليبستيك عند دارينا. عاده اخر شيء بنحط الليبستيك بس انا كرمال اقدر اتسرع باللوك اقدر فرجيهم حضرت الليبستيك قبل. والحواجب كمان حطينا لهم شيء اكيد مزبوط حطيناهم الكريون باول حلقه فرجيتهم كيف بحطوا التان. نعم وهذا لوك فوالا. برجع بذكر انه الميك اب سين ميك اب كوزمتكس هي عم تنباع بابي سي اشرفيه
وموجودة لدى شركة بامكو بلبنان. نحن مكاتبنا بيدهم بإيطالي. كمان عم بيمرقوا تحت الشاشة بيكونوا إذا حدا بيحب يدق لنا يسألنا أي question. أي استفسار أو استشارة أنتوا جاهزين. أكيد. والأكيب تبعنا كله بيكون كمان بأبسة أشرفية كرمال تيساعدهم أكثر وينقوا الـ right combination لإلهم. أني رويستر شكرا لوجودك معنا ولهالنصايح والتبس اللي بتصور كتار من السيدات استفادوا منه اليوم. دارينا thank you for being with a smile. It's Christmas. It's New Year. Thank you. ينعاد عليكي. Thank you. وقفي مشاهدينا وMTV Alive بيكمل خليكم معنا.